يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أنا أم منذر، واليوم الحلو تبعنا كتير سهل وكتير طيب، وعجينته كتير قطنية وهشة وما بياخد منكم وقت كتير. أنا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وأنا عم أشتغل. يلا سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بالبداية مجهزة عندي هون حبة من البيض، حطيت عليها زرفة من الفانيلا ورشة من الملح، فيكن تستغنوا على البيضة إذا ما بدكن. حطيت عليها ربع الكوب من السكر وربع الكوب من الزيت وبخلطهم هيك شوي مع بعض. بعدين بدي أضيف عليهم معلقة واحدة بس من الخميرة، معلقة كبيرة. بدي أحط كوب من الحليب الدافي، وفيكن تستخدموا كمان المي الدافية، وبخلطهم هيك. هاي هي كل العجينة، شايفين قد ايه عجينتنا بسيطة. هلا بدنا نحط الطحين على مهلنا شوي شوي. انا حطيت كوبين من الطحين، وهلا بدي اترك كوب على جنب كمان لحتى صير حطه على مهلي شوي شوي، وانتو هيك اعملوا لحتى تطلع عندكم عجينة ظريفة. لازم تشتغلوا على مهلكم شوي شوي بالطحين، بضل بعجنها هيك لحتى تصير عجينة ناعمة ومتماسكة. وبعدين بدي احطها هلا بعد ما صارت هيك بهالشكل، بدي اغطيها واتركها تتخمر قريب الساعة. من بعد ما اختمرت العجينة هلا بدنا نشكلها. بدي اول شي رش سطح العمل بشوية من الطحين لحتى اقدر افردها للعجينة. هلا بعملها هيك شوي بس لحتى اطلع منها الهواء، بعدين بدي اعملها على شكل مثل القرص، يعني بحاول اني اعملها بشكل دائري. وبدي افردها بالشوبك لحتى بس ما اخليها تكون كتير رقيقة، يفضل تكون شوي يعني سميكة ما تكون كتير رقيقة. بعد ما فردتها هيك بهالشكل هذا صارت بهالقياس، هلا بدنا نقطعها. اي قطاعات متوفرة عندكم فيكم تستخدموها تكون بشكل هيك دائري. انا استخدمت هدول بس لحتى يعطوني منظر هيك شوي حلو. ممكن طبعا نستخدم الكاسة كمان بصير، بس هدول متوفرين عندي، قلت لحتى يعطوني هيك مثل على حواف شوي مثل الزجزاج قطعت فيهم. بقطعهم كلهم هيك بهالشكل هذا، وبعدين بقيم العجين الزايد. هلا بدي لكم شو بدنا نساوي بهدول. بعد ما قطعناهم هيك بدي احط عليهم شوي بس من الزيت، امسحهم بزيت نباتي عادي يعني، بمسحهم هيك بشوي بالزيت. بدي اطويهم بدون ما يعني اضغط عليهم، بس مجرد اني اطويهم هيك شوي صغيرة. وانا هون دهن الصاج بشوية زيت كمان، فيكم تحطوا ورق زبدة اذا بدكم كمان بصير. بس هيك بدهنهم شوي بالزيت وبطويهم طوي خفيف، يعني ما بحاول اضغط عليهم نهائيا، يعني مثل ما واضح هيك عندكم بالفيديو هيك بهالشكل هذا. هلا بدي بعد ما اعملهم كلهم هيك بهالشكل بدي اتركهم كمان. العجين كل ما ريحناه بيعطينا نتيجة افضل، ورح تلاقوه صار يعني هش وقطني كل ما اخذ راحته للعجين. فهلا انا بعد ما بدي اعملهم هيك كمان بدي احطهم يرتاحوا تقريبا شي ربع ساعة. بدي لكم كمان شغلة، يعني مثلا انتو اذا بدكم تعملوهم مثلا بالكاسة وبدكم يكون لهم شكل حلو هيك مثل ما انا عاملتهم، كمان فيكم تعملون بالكاسة هيك بهالشكل هذا وبعدين تنقشون تنقشوا الاطراف بس. يعني هلا بعد ما بدي اقطعهم هيك بالكاسة رح اقلكم كيف عملتهم انا. عملت يعني جزء اللي ما عنده هاي القطاعات وحابب يعملون يكون منظرهم هيك حلو كمان فيهم يعملون بالكاسة. طبعا هذا العجين بنرجع بنشكله مرة تانية، يعني بعد ما بنقيمه بنتركه يرتاح شي 5 دقايق وبنرجع كمان بنفرده وبنشتغل فيه نفس الشي. بجيب هلا الشوكة وبحاول بضغط على الاطراف هيك بهالشكل هذا لحتى ياخدوا شكل، يعني كهيك بس بيعطيها منظر جمالي. ما فيكن كمان تخلوها مثل ما هي حسب ما بدكن انتو. هلا بدي اقلبها لانه انا بدي هذا الشكل يكون من برا، فبدهنها بالزيت كمان من هون وبطويها نفس الطريقة تماما. شايفين كيف يعني رح تطلع الرسمة من برا هيك بهالطريقة هاي. هلا بعد ما تركتها 5 دقايق شايفين كيف نفخوا، رح تلاقون هيك نهضوا كلهم وشوي ارتفعوا. يعني بدي هلا ادهنهم انا بشوي من البيض،
وحط عليهم كمان شوية من السمسم، فيكن تحطوا حبة البركة، وبدي يدخلون على الفرن على درجة حرارة 200، بشال عليهم بالبداية من تحت بعدين من فوق حسب الفرن عندكن، يعني ممكن ياخذوا معكن تقريبا شي 10 دقائق، انا اخذوا معي 10 دقائق يعني حسب ما انتو فرنكم. كمان شايفين كيف طالعين هلا بعدهم سخنين، لازم نتركهم يبردوا تماما لحتى نحشيهم. هلا انا بدي احشيهم بالكاستر، هذا الكاستر انا يعني وقت عملته قبل بيوم جهزته، هو عبارة عن 3 كاسات من الحليب، حطيت لهم 3 4 معالق من السكر، هذا هو الكاستر، وحطيت لهم كمان 4 معالق من الكاستر، وخلطتهم هيك شوي لحتى اختفى الكاستر هذا على البارد شغلي طبعا، واخدته رفعته على النار بس ما صار يبقى هيك وتخن، يعني صار تقيل حركة الكاستر، بتركه هلا ليبرد تماما، لازم يبرد تماما، وبعدين حطيته بكيس الحلواني وعم اشتغل فيه. هلا بدي زين هدول اللي شايفينهم، هلا كتير سهل فتحها، شايفين كيف ما انه نحن حطينا زيت بالنص، فرح تلاقوا كتير سهل انه تفتح معكم. حتى هدول كمان اللي عملتهم بالشوكة شايفين منظرهم كيف صار، يعني ما بتلاقوا صعوبة يعني في فتحهم لأنه في طبقة زيت بتكون فاصلة بيناتهم. هلا التزيين بيرجع لكم، فيكم تحطوا بس هيك بقلبهم هيك شوي، أو تعملوا مثلي أنا حتى يظهر لبرا، يعني هذا مثل ما بدكم. فيكم تحشون شوكولا كمان بيصير، يعني أي حشوات قشطة ممكن تحطوا فيها، بس الكاستر طلع مع طعمته كتير كتير طيبة، يعني بس جربتوها رح تعتمدوه هذا الحلى لأنه كتير كتير سهل وشغلته بسيطة، خاصة إذا كنتم مجهزين الكستر قبل بيوم، يعني بيكون بارد وجاهز، شايفين يعني بتنفتح بكل سهولة، والمعجنات هاي يعني بتلاقوها مرغوبة كتير من الأطفال، أخذة لون من تحت ومن فوق كمان، كتير كتير شغلتها حلوة وسهلة. طبعا انا هون بعدني ما حشيت الكل، بس بدي ارجيكم اياهم قبل، يعني بدي حتى افتح وحده تشوفوها من جوا كيف بتكون، يعني كتير كتير هشه، والريحه طبعا هلا بتاخذ ريحه المعجنات دائما بوقت تعبي البيت ريحتها كتير طيبه، شايفين كيف من جوا كيف قطنيه وهشه. أتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم، إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.